دلوقتي ده ايه؟ ده البوجيه العادي وده البوجيه او البوجيه الاريديوم العادي والدبل اريديوم. لاحظوا هنا ان في الدبل اريديوم كشكل كتغيير شكل بس، في سن من فوق وسن من تحت. طبعا الحريق بتاعه بيبقى افضل من الحريق المشوش بتاع الايه الاريديوم العادي. الاريديوم العادي زي ما شايفين معلم فوق اهو، شايفين النقطه اللي هو معلمها فوق دي، دي مكان الشراره اللي بتحصل. في الدبل اريديوم بقى بيبقى فيه قطب فوق وقطب تحت، القطب الثالث له سن رفيع خالص زي الابره ده، وقطب الموجب نفس القصه. تمام. طيب هنيجي بقى للرقم. طبعا هو هنا باين اثار الحراره الزياده اللي على البوجيه. هنيجي بقى للرقم. تمام. هنا بي ال زد كي بي ار 6 اي 11. تمام. تعالوا بقى هنا كده دي اي ال زد كي اي ار 6 اي 11. لاحظوا ان كل الاسم واحد ما عدا الحرف الاولاني البي اللي هو الاريديوم العادي، وطبعا ال زد ده احنا عارفين ان هو اريديوم بي للعادي، والدي ده اللي هو ايه البوجيه اللي هو ايه الدبل اريديوم. تمام. ده فرق بسيط. طبعا الدبل اريديوم افضل بكتير واقوى في الاحتراق بتاعه. تمام. لان الشراره بتاعته مركزه اكتر زي شعاع الليزر كده تقريبا. تمام. طبعا اتمنى ايه دي تركيزه صغيره كده، واتمنى تكون عجبتك يعني.